ولكن كذلك سلم الخدمات الوقائية لتخص الناس. كيف شاهدتوا انه في اليوم الصباح كانت افتتاح ديال المركز الصحي الحضري ديال مرستان واللي غيقدم خدمات جد مهمه كذلك للساكنه ومعلمه تاريخيه اللي تنقدات. ومن هذا المنبر كنشكروا السلطات المحليه وعلى راس السيد الوالي لانه كانوا جاهدوا واجتهدوا في اعاده الهيكله ديال ذاك المركز الصحي. كذلك الشكر موصول للمجلس ديال المدينه ومجلس الجهه وكل الاطقم اللي ساهموا من قريب ومن بعيد باش المنشات الصحيه تعرف واحد تطور جد سريع. واليوم كنتواجدوا دابا حنايا في مستشفى المحاميد اللي كذلك حتى هو بواحد من طراز عالي وكيقدم خدمات جد جد مهمه وجد جليله للساكنه ديال 160 الف نسمه. وهذا ماشي رقم يعني سهل يعني راه يعني كثافه سكانيه جد مهمه. وهذا داخل في صلب التوجهات ديال صاحب الجلاله الله ينصرو اللي كيحث على تقريب الخدمات للمواطن وباش نحيدوا له العناء ديال التنقل والمؤسسات الصحيه اللي بعيده وباش على الاقل نخدموا في اقرب في احسن الظروف. اذا هذا فيه 45 سرير جميع اختصاصات ومازال يمكن يعرف توسيعه ديال الاختصاصات الاخرى باش هذاك التنقل نحدوا منه. فيه نظام معلوماتي اللي كيمكن له يعطي واحد ملف طبي رقمي يمكن لجميع المنشات الصحيه تعرف على يعني المسار ديال المريض فين مشى وفين جا بجميع التحاليل ديالو. يعني هذا يعني مكتسب جد مهم بالنسبه لساكنه مراكش ومبروك عليكم جميعا. اليوم بحضور الوزير الصحه والحمايه الاجتماعيه تعزز العرض الصحي ببناء هذا المستشفى ديال المحاميد اللي هو غادي يمكننا من تقديم العلاجات وتقريبها لواحد الساكنه التي تقدر ب 160 الف نسمه. المستشفى يتضمن مجموعه من التخصصات، مصلحه المستعجلات بالاساس، مصلحه الام والطفل، مصلحه الجراحه العامه والطب الاستشفائي، بالاضافه لخدمات اخرى من بينها المختبر، الترويض الطبي والفحوصات الخارجيه. هذا المولود الجديد غادي يمكننا من تقريب الخدمات من الساكنه كما قلت وتجويدها، وكنشكروا جميع من ساهم في اخراج هذا المشروع للوجود من قريب او بعيد. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.